شاي عشان مخمخ اسوي الخلطه. صدق يعني احب لما اسوي اشياء كذا اسويها بمخمخه ما اعرف ليش. المهم وربي يا بنات الخلطه هذه تخلي شعرك كانك حاطه اكستنشن. جنن تجنن عماتي وحتى قريباتي واللي يعرفوني يقول لي ليش تسوي ايش مسوي في شعرك ايش مسوي ايش اللمعه دي كيف شعرك كذا ما شاء الله. الخلطه هذه فظيعه اقسم بالله. لو 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 بس اخذتوا مني ما تعلمتوا مني ولا شيء بس تعلمتوا الخلطه انتوا صراحه اخذتوا شيء مفيد لكم طول عمركم. هنا حطيت الحنة دحين بصفي هذه الاعشاب اللي انا وريتكم اياها. صفيها يلا حطي لي اياها بشويش بشويش. ايه بسم الله تبي حطي بس انت بتحط لها هي تبي بنات يدكم عشان حارة ترى. حطيت صفيت الاعشاب بحط الماي الورد وهذه ضرورية ماي الورد. طيب حط ماي الورد اصلا حطيت شويه انا حنه دحين بزيد حنه. اديني حنه اديني حنه بليز. ايه حطي لي هنا حنه بحط كمان الزيوت. ايه حطي لي حنه. ايه حطي ايه حطي انا ابغى يكون ثقيل مره. ايه بس ايه حطي بس بس ايه حطي بس خلاص خلاص تمام كده. تحطوا زيوت لانكم تحطوا المايونيز. انا حطيت المايونيز وبغطيه بخليه تقريبا ساعة. بنات هو صراحة بيني وبينكم لازم يقعد يوم كامل. طيب تخمر مزبوط بعد تحطي في شعرك بس انا ما خلاص حطي دحين يعني بعد ساعة كذا احطي في شعري. فظيع 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 بغطيه بعد ساعة وبحطه في شعري. انا كيف يدي حاسه بس مو مشكله بوريكم قد ايش الحين حاني ما شاء الله. شهود المشهوده شهود المشهوده.